مريم أمتوج، ممرضة في تخدير الإنعاش، كتشتغل في وحدة العزل المستشفى ديك دو طوفا. بالنسبة للظرفية الحالية اللي كنشتغلوا فيها، المهم حنايا دابا راه شهرين وحنا خدامين، بدينا كنولفوا على السيستم واخا راه شوية صعيب، ومع رمضان شوية كتجي الخدمة شوية صعيبة سيرتو في النهار، ولكن الحمد لله. مهم حنايا بعد ديجا على عائلتنا دي شهرين، دونك كنخدم بحال دابا بحال الايام العاديه، كتبقى هذا عمل وهذا واجب كنأديوه، والله يشافي الجميع، وكنتمنوا هذه الامور وهذا الشيء هذا يحبس ان شاء الله في اقرب وقت ويرجع كل شيء لحياته الطبيعيه ان شاء الله. اللي باقي ما التزمش بالحجر وكيحسب لي هذه الامور هذه راه تافهه وهذا الشيء هذا غير غيدوز، راه ما حد حتى واحد ما جلس في داره وما التزم بالحجر، هذا الشيء هذا غادي يبقى وغادي يستمر، وغنبقاو في واحد كنضرب واحد الدوامه اللي نقدروا ما نتاليو منها على شي اشهر مازال. كنتمنى الناس تلتزم وتصبر واحد الشهر على الاقل باش هادشي ان شاء الله يسالي والناس ترجع حياتها الطبيعيه وما يتاذوش الناس اكثر، وهادشي اللي كنتمنى الناس تلتزم.